البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر، لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. هيا بنا مرة أخرى إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع كتاب رب العالمين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تعيشون مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة، وفضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، والذي أقول له أنه فخر للقراء وفخر للعلماء، لأنه حباه رب العالمين ما بين الحسنيين، فهو قارئ للقرآن الكريم ومفسر مجيد لآيات أحكم الحاكمين وداعية إسلامي. فأسأل الله دائما له التوفيق مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا رب. ولقد أرسلنا رسلا قبلك وجعلنا عليك يا مولانا. مش عارف انت عايز ايه، عايز يحصل ايه تاني. وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن الله، لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وما كان لرسول أن يأتي بها إلا بإذن الله.
لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب لكل لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت. يا سلام، في حاجة تانية بقى يا سيدي يا عمنا يا مولانا، في حاجة تانية بقى يا مولانا بقى. احنا عدينا الدور الأولاني قلنا ماشي. ولقد أرسلنا رسلا من قبل ولقد أرسلنا رسلا قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. من يحفظك ويحافظ عليك. الله 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 الله. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك اللهم صل عليه. الله يا أستاذ اللهم صل على النور. وجعلنا لهم Thank you.
لكل أجل كتاب. الله يا جميل قوي. لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت. الله يا استاذ. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده الكتاب. ايه يا راجل الجمال ده؟ ان شاء الله. وإما نرينك بعض الذي نعدهم فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يا سلام يا سلام عليك يا دكتور. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الله يضرب بخطرة. الله الله يا استاذ. يا لله يا سلام يا سلام على كلمة. أولم يرى أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أنا صاحب القدرة. أنا قادر مقتدر. الله الله الله, الله يا أخي. أولم يرى. نعم نعم. أولم يرى أنا نأتي الأرض مطور. الله أكبر. يا سلام. عظيم عظيم ما شاء الله.
عليك يا مولانا. والله يحكم لا معقب لحكمه. وهو سريع الحساب. الله أكبر. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. يعلم ما تكسر كل نفس. الله أكبر. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وقد مكر الذين من قبلهم. يا اخي يا شيخ يا سيدنا ده قبيل ليك ماله جميلة قوي. الله اكبر. فلله المكر جميعا. اي والله
مفسر وواعظ والله لا تقولها تاني ونفس المقام بالله عليك ما تغيره. الله 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 عليك. الله يحفظ عليك النعم يا رب. وقد مكر الذين من الزمن. الله أكبر. فلله المكر جميعا. كم دول؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا. ويقول الذين كفروا لست قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. عليك يا مولانا حرم. كنا عايزين العلي العظيم يا مولانا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. عشتم مع الفيوضات الإلهية والتجليات الربانية والنفحات القرآنية.
عشتم مع سفير من سفراء القرآن الكريم وقاري الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي ينقل لحضراتكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى والإنارة تحت إدارة الحاج محمد مصطفى حسين جبارة وأخي المعلم أحمد أصحاب مخازن الفراشة الكبرى بمركز ومدينة الإبراهيمية وتصاحبنا أحدث تقنية في عالم الصوتيات وواجب الضيافة لأولاد الحج العربي أبو حسين المقيم بعزب الجادو هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نعيش مع حضراتكم في هذا اليوم الطيب المبارك عند الله سبحانه وتعالى فنيابة عن أسرة الكريمة الراحلة وعائلات أبو ضيف جميعا يشكرون كل من واساهم في هذا العزاء قائلين لحضراتكم جزاكم الله عنا خير الجزاء أخي المستمع الكريم يتجدد اللقاء مع حضراتكم عقب صلاة العشاء إن شاء رب العالمين ومعنا فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي على أمل اللقاء بكم مرة أخرى أستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم أترككم في رعاية الله وأمنه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.